التاني من شهر آب رح أبدأ بمولود الحمل. مولود الحمل الكآبة سيطر عليك هالأسبوع، بعدك متابع من الأسبوع الماضي، نفسيتك مش مرتاحة، يمكن بسبب أرزاقك مسكرة شوي مولود الحمل، فما تقلق، والأمور رح تمشي على أحسن ما يرام، لأنه أنت أشهر الشمس ما بتناسبك، خاصة أنت أكبر دائرة نارية فلكية بالفلك، فالنار اللي عندك هي مع هذه الأشهر ما بتناسبك، وأنت برج بتعرف إنه أنت برج ناري، فما بتناسبك هذه الأيام شهر آب، بدك تنتظر شوي بس هالأسبوعين بعد لا يمضوا اللي بعد هالأسبوع وتبلش الأيام تتحسن إن شاء الله. وأنا نصيحتك إنك ما تدخل بالتحديات مع أي شخص وخاصة مع الشريك، لأنه في خسران لإلك بهذا الموضوع، فاترك المواضيع تمشي لوحدها وممكن توصل لبر الأمان وتوصل للي أنت بدك إياه، وخاصة هلا المريح عم بيمشي عكس دائرتك يعني، فهذا كمان كل امورك حتكون عكسيه وما حتتوافق باي شيء. فاجل امورك العمليه الاسبوع المهم للاسبوع اللي حيجوا هالاسبوعين، انت عليك انك تتصل ورا تعمل مقابلات، بس ما تقوم باي مشروع هلا، لانه اي شيء بدك تحطه ما راح يمشي معك. مولود الثور امورك الماديه منيحه، في حدا عم يساندك ماديا، في مشاريع حتقوم فيها الاسبوع، خاصه الثريا فوق الامارات، خاصه اللي هن بالامارات مواليد الثور، بتاخذوا من العراق، بياخذوا من قطر، الامارات، الكويت، السعوديه ايضا، بس اكثر شيء بيخدم الثور اللي هن موجودين بالامارات الخمسه، اللي هن اكيد دبي وابو ظبي، العين، راس الخيمه، عجمان، هالشارقه، لانه يمكن بيعتبروها اماره لانه هي قريبه لدبي، بين دبي وابو ظبي. امورك الماديه منيحه مولود الثور، بطمنك هالاسبوع، عندك بعد المفاجات كمان العاطفيه لكثير من مواليد الثور. بالنسبه لمولود الجوزاء صحتك على احسن ما يرام، حاجه انت بضلك مقلقز ومش مرتاح، وكمان هناك مشروع ممكن تطلع فيه، وهناك سفر وراء ممكن تقدمها ايضا وتزبط هالوراء، اذا انت مناطر مشروع من برا او قادم على مشروع خارج ارضك. دايما اعرف كيف تختار الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، هيدي معروفة، فأنا هيدا المثل بيطبق عليك يا مولود الجوزاء. فالبعض مواليد الجوزاء كمان حي اللي ما عملوا عملية تجميل بالأسابيع الماضية ممكن يحددوا هذا الأسبوع، بالستات خاصة. أيضا بعض مواليد الجوزاء يوم الجمعة ويوم السبت تسمعوا أخبار كتير حلوة ناطرتكم إن شاء الله. بالنسبة لمولود السرطان، مولود السرطان انت من الاشخاص اللي هلا عم تحب تعمل اشياء كتير جديدة وعم تحب تعمل مشاريع جديدة، فمشاريعك على احسن ما يرام، بس حط الورقة والقلم بايدك دايما بجيبتك او بايدك، وما تحكي كلمتك الا وانت متأكد منها. كتير من مواليد السرطان هالاسبوع رح يجي ارزاق عن غير حسبين، وبعد المفاجآت المالية كمان لكثير من مواليد السرطان، وحتى أيضا في مفاجآت عاطفية لمولود السرطان. بالنسبة لمولود الأسد، كمان مولود الأسد يمكن حابب تعمل أكبر من اللي أنت عملته، حابب توصل لأهدافك، حابب توصل لأعمالك اللي أنت بدك إياها، إن شاء الله بتوصل، بس كل شيء بالروية. وأنا حكيتك بالحلقات قبل انه انت دايما محسود ومعيون ودايما بتسيطر عليك العين، بس في اشخاص من الخارج ممكن تجتمع فيهم، وبعد مواليد الاسد حيكون في عندهم سفر، خاصة الاربعاء والخميس مولود السرطان ومولود الاسد يدخلوا السمك، لان انت الشمس والقمر انتوا اتنيتكم مثل بعض، وانا هدي دايما قصة السمك كل أربعة، في ناس بعرفهم كل أربعة بيعملوا سمك بالبيت، بيدخلوا سمك، بيدخل الرزق بإذن الله، وخاصة هذا شهر محرم اللي نحن فيه، أول أربعة من شهر محرم اللي هو شهر الهجري القمري، دخلوا كلكم سمك، ومولود السرطان أيضا بيدخل الرزق إن شاء الله، مع كمان مولود الأسد، أنتوا حتتابعوا إنكم تشتغلوا
مع بعضكم، فتنينتكم كمان لانه على اطراف بعدكم انتم الشمس والقمر ما بتاخدوا من بعض، فهناك ارزاق ان شاء الله مشتركه ورزق كثير لمولود الاسد. اجتماعاتك منيحه يوم الاربعاء، كمان دخل السمك يوم الخميس في رزق ناطق، يوم الجمعة خبر بتسمعه على أحسن ما يرام. بالنسبة لمولود العذراء عندك نقلة بيت إن شاء الله، نجم الطرف اللي هو موجود لإلك بالفلك بينتقل من مكان لمكان فلكيا، فحيكون عندك نقلة بيت قريبة جدا، ويمكن مثل ما بقول بيت العمر أو يمكن يكون استوديو يعني صغير أوضة، بس بيت العمر ما ضروري بيت العمر بيكون بيكبروا، لا بالراحة النفسية بالمكان اللي أنت بدك إياه. وأيضا كثير من مواليد العذراء في عندهم كمان بعض اليد ممكن تساعدكم، اللي هن عندهم ديون عندهم هذا بيتخلصوا منها كثير من مواليد العذراء. بالنسبة لمولود الميزان مثلك مثل الثور، كمان السورية موجودة مسيطرة على أرضك، على كل مواليد الميزان حيكون في شراكة بينك وبين الثور، وأمورك طيبة ما شاء الله، أرزاقك منيحة، سفراتك مفتوحة على أحسن ما يرام، ما راح تحتاج حدا هالأسبوع، قادر تقوم بخطواتك بنفسك، قادر تنجح النجاح حليفك مش الفشل أبدا، بس ما تعطي أسرارك لأي شخص كان. هلا دائما أنا ممكن بعطيكم هون مختصر، ودائما إذا بدي أعطي لك كل برج أشياء وكل هالأسبوع يمكن هعمل فقرات، طلبوا مني أعمل فقرات لكل برج، أعمل له فقرة خاصة فيه برج لكل الاسبوع، هيدا حعملكم اياه ان شاء الله بالاسابيع الجاية. بس خلينا نحن هلا بنختصر الاهم، الخطوات لك هي العمل، وارزاقك منيح الحمد لله، شراكة بدها تكون بينك وبين مولود الثور، وانت ويا نفس الشيء حتكون اوطاقكم، هو ارزاقه منيح وانت ارزاقك احسن. مولود الميزان ممكن بعض مواليد الميزان اللي عندهم خالي من الحب، حب جديد بيدخل قلبه لمولود الميزان. بالنسبه لمولود العقرب، طفل بيدخل على بيتك، اذا كنت حامل ممكن يجيك الطفل او لاحد اولادك او لابنك او من عائلتك، بس هذا المولود رح يكون خير عليكم لما يدخل على البيت، يعني هذا وقت الواحد بتفتش مين هي الست العقرب الحامل يحمل لها الولد، لانه الولد مولودة العقرب او مولود العقرب، اذا كان بيو كمان عقرب ما بيأثر كمان، بس يكون في عقرب بالبيت بيمشي الحال، يعني حدا من برج العقرب، فأي ولد بيخلق بهذا البيت يحملوه لأنه حيكون وجهه خير، وخاصة بهذه الأيام الشمس عم بيخاف فيها لأنه هو مائي، وهو العقرب بيقعد على البحار، بيقعد بالصحراء، وبيقعد وين ما بدكم، بيقعد بيتأقلم بكل الأماكن، فمشان هيك جنب يعني جنب الحي فروش ونام، وجنب العقرب لا تقرب، يعني هذا مثل بحبوا هذا المثل لأنه مثل مظبوط، لأنه الحي ما بتأذي إذا ما أذيتها، بس العقرب بيأذيك. ما حكيت لكم القصة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمولود الكاوس، ما شاء الله مسلط عليك الأضواء، رزقك منيحة، نفسيتك صارت منيحة، أوضاعك المادية على بالكم يعني ما شاء الله. لكن مولود الكاوس يعني ومش راح يحاسد، إذا حسد يعني دايما حصن حالك من العين، حصن حالك، حسن رزقك اكيد حسن رزقك، مش تقعد وتخبيه، حسن رزقك يعني بتصدق منه، تعطي الفقراء اللي حواليك لحتى يضل في تحسين من العين ومن الحسد. وعندك اتصالات من برا بيحملك اخبار حلوه وفي رزق كبير. بالنسبه لمولود الجدي، رحله الصيد بتطلع فيها مولود الجدي، وهذا الصيد ممكن رحله الصيد ممكن تكون اكيد يا بالبحار يا بالبراري، بس اكثر شيء يمكن بالبحار اكيد يعني، فانها اذا تعملها يوم الاربعاء كمان بكون رحلتك موفقه، لانك حتاكل سمك اكيد مش حتاكل لحمه مشويه، اللي بيطلع بالبوت بياكلوا بحسب المكان اللي هن فيه بياكلوا اسماك، فانت كتر من اكل السمك يوم الاربعاء. ولما تشوف الهلال انت ولا مولود الاسد ولا السرطان ولا كل المواليد، ربي وربك الله، هي دائما بقولها ودائما عم رددها ودائما عم ركز عليها، لانه شهر محرم، شهر محرم بيجي مرة بالسنة، فما تخلوا هذا الشهر يمرق لما تشوفوا هذا الهلال، حيبدأ يوم الاثنين بكرة، ويوم ثلاثة حيبين، حتشوفوا يمكن أول يوم ما بنشوفه بس ثاني يوم أكيد حنشوفه، ثالث يوم هني بيقولوا له هدول ثلاث أيام هدول الهلال، بعدين بصير بزيادة، بعدين بصير الـ 14، فبنشوفه بكرة 14 حيكون لونه غير.
فادعوا قد ما فيكم. بالنسبه لمولود كمان جدي ما راح يغيب عنك، انا دائما اقول انك ما بتوصي بمولود الجدي، عندك ورقه بدك تمضي عليها وعندك ارزاق كثير مهمه وما راح تحتاج حدا ماديا. بالنسبه لمولود الدلو ما شاء الله ارزاقك حلوه، فالبوس اللون الاسود واللون الرمادي اللون الكحلي بتزيد جاذبيتك. شو ما بدك اعمل هذا الاسبوع، الاعلانات كثير نعم صادره والوارده موجوده عندك والسفر موجود عندك، وما شاء الله ما في حدا رح يسبقك هدف توصل له عملي او عاطفي. بالنسبه لمولود الحوت، وهذا اخر الابراج، مولود الحوت عندك رحله موفقه كمان سفر ناطرك يا مولود الحوت، ارزاقك دائره اعمالك عم تكبر، في بعض المفاجآت العائليه بالبيت، عرس، خطوبه لإلك، لاحد اولادك، لاحفادك يعني، بس لك مواليد الحوت حيشهدوا هالاسبوع فرح، بس ما تخلي حدا يعرف بهذا الفرح لانه هذا الاسبوع ممكن العين كمان تتسلط عليكم، وما دائما اي شيء بكون تعملوه خليه سر هيدي الفتره، ما تعلنوا، اخفوا الخطوبه واعلنوا الزواج اوكي او الزفاف بالمعنى. هيدي بالنسبة للأبراج 12 لشهر الأسبوع الثاني من شهر آب.